إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، إنه قد جاءكم شهر مبارك فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين، ألا وهو شهر رمضان. هذا الشهر عباد الله يكفيه شرفا أن الله تبارك وتعالى أنزل فيه أفضل الكتب على أفضل الرسل، وهو القرآن الكريم الذي أنزله الله عز وجل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا شرف عظيم لهذا الشهر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وفيه ليلة مباركة هي خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. هذا هو شهر رمضان عباد الله، وقد رغبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لصيامه وقيامه، فقال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: الجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، أي إذا اجتنب العبد كبائر الذنوب، فإن الله تبارك وتعالى يكفر عنه سيئاته، يكفر عنه سيئاته بصيامه وصلواته وبالجمعة إلى الجمعة.
ولكن وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم شرطا مهما، قال: إذا اجتنبت الكبائر. وهذا كما قال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. لأن الكبائر لا تكفرها الأعمال الصالحة من الصلوات والصيام وغيرها، وإنما الواجب فيها التوبة إلى الله تبارك وتعالى، التوبة إلى الله عز وجل. وإذا كان فيها حقا من حقوق الآدميين فالواجب إرجاع الحقوق إلى أهلها، هذا هو الواجب في كبائر الذنوب. فإذا اجتنب العبد هذه الكبائر فإن الله تعالى يكفر عنه سيئاته. وأكبر الكبائر الإشراك بالله تبارك وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: أكبر الكبائر الشرك بالله. ولما سئل عليه الصلاة والسلام: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك. اعلموا عباد الله أن المشرك لا يقبل منه صرف ولا عدل، ولا يقبل الله تبارك وتعالى منه أي عمل مهما عمل من الأعمال الصالحة على حسب زعمه وظنه، فإن الله تعالى لا يقبلها أبدا. لذلك الواجب على كل من وقع في الشرك بالله، الواجب عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى حتى يستقبل رمضان استقبال المؤمن الذي يرجو المغفرة من الله تبارك وتعالى ويرجو تكفير السيئات. فمن كان يدعو غير الله فالواجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى ولا يدعو إلا الله تبارك وتعالى. من كان يدعو الأموات، من كان يستغيث بالمقبورين، من كان يلجأ إلى الأولياء والصالحين، من كان يعلق التمائم والحجبات، من كان يعتقد أن شيخه يعلم الغيب أو أنه يهب الذرية أو أنه يحيي الموتى، الواجب عليه أن يتوب إلى الله، لأن هذا هو الشرك، هذا هو الشرك بعينه. فمن دعا غير الله فقد أشرك. من قال: يا فلان من الأولياء والصالحين أنجدني أو أغثني، أو قال: يا رسول الله أغثني، أو غير ذلك، فإنه مشرك بالله تبارك وتعالى. من تعلق التمائم، من علق التمائم واعتقد فيها النفع والضر فإنه مشرك بالله تبارك وتعالى. من ادعى أن فلانا من الناس يعلم الغيب أو يهب الذرية فإنه مشرك بالله تبارك وتعالى. ونحن ندعو من هذا المنبر، ندعو جميع المشركين أن يتوبوا إلى الله توبة نصوحا، وأن يرجعوا إلى ربهم تبارك وتعالى قبل أن يفكروا في صيام رمضان. لأنهم لو دخلوا رمضان وهم على هذه العقيدة فلا فائدة من صيامهم أبدا، لا يستفيدون شيئا ولا ينالون إلا الجوع والعطش والتعب فقط، ولا ينالون من الأجر شيئا. لأن الله تعالى يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. كذلك ندعو جميع أصحاب الكبائر،
جميع أصحاب الكبائر العاقين لوالديهم الشاربين للخمور الزنات والسراق وغيرهم ندعوهم إلى التوبة إلى الله تعالى. توبوا إلى الله عز وجل، ارجعوا إلى الله تبارك وتعالى حتى يغفر الله تعالى لكم بصيامكم. أسأل الله تبارك وتعالى بفضله ومنه وإحسانه، وأسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم اجعلنا ممن صام، اللهم اجعلنا ممن يصومونه إيمانا واحتسابا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا في رمضان، اللهم أعتقنا من النار، اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. اللهم أصلح أحوال بلادنا، اللهم أصلح أحوال بلادنا وأصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أعنهم بالبطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتحضهم عليه وتنهاهم عن المنكر. ونسألك اللهم، نسألك جنة الفردوس، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. وصل اللهم وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عباد الله، ينبغي علينا أن نستقبل رمضان بصدور رحبة ولا نتضجر من الأوضاع المعيشية وغيرها، فإن الله تبارك وتعالى يجعل لعباده مخرجا إن اتقوا الله، فإن الله تعالى يجعل لهم مخرجا وييسر لهم عمل الخير. لذلك يجب علينا أن نستقبل هذا الشهر المبارك بصدور رحبة، ويجب علينا عباد الله أن نتخلق بخلق الصائمين كما وصانا وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يوم صوم أحدنا فالواجب عليه أن لا يرفث ولا يصخب، فليس الصائم بالساب وليس بالشاتم وليس بالفاحش ولا المتفحش. ينبغي علينا أن نتخلق بهذه الأخلاق الكريمة، نتخلق بأخلاق الصائمين. عباد الله، اعلموا أن هذا الشهر هو شهر القرآن، فلا تضيعوا الفرص، استغلوا هذه الفرصة، فلعلكم لا تعيشون إلى القابلة. استقلوا هذا الشهر في قراءة القرآن وفي تدبره وفي تعلمه وفي تعليمه للناس، استقلوا هذه الفرص. عباد الله، هذا الشهر هو شهر الإنفاق وشهر الإحسان إلى الأقارب وإلى الوالدين وإلى غيرهم من المسلمين، بل وإلى كل الناس. فالواجب علينا أن نستقل هذه الفرص ولا نضيعها، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم. وصلِّ اللهم وسلِّم على نبينا محمد.